السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نعطيكم فيديو مختلف نوعا ما. اش غادي نقول لكم؟ الموضوع اللي غنتكلم فيه اليوم موضوع حساس وكيمس النساء بشكل خاص والأغلبية المطلقة ديال النساء. أطرح لكم سؤال، شكون هي بالنسبة لكم الزوجة المثالية؟ واش هي الزوجة الحادقة بزاف اللي شغلها الشاغل هو تحك وتفرك وتصبن وخاص ديما الدار يعني 10 على 10، أو الزوجة اللي معتدلة يعني كتهتم بنفسها، كتهتم بجمال ديالها، عاطيه وقت لراسها، يعني كتحاول انها توازن بين الدار وبين راسها وكتستعن بالمساعدات في الدار. فشكون اللي كتبان لكم نتوما الزوجه المثاليه؟ المهم انا قبل ما نقول لكم الراي ديالي، لانه اكيد انا عندي راي في الموضوع، ولكن قبل غادي نقول لكم واحد القصه عاودتها لي صاحبتي. هي ماشي عاودتها لي صاحبتي سمعاتها، نو، وقعت ليها. عندي واحد صاحبتي بكاليه، هي بكاليه صاحبتي كنعرفها سنين. المهم هاد صاحبتي هادي ما غنقولش لكم على الحداقه كي دايره، واو شفت الحداقه تاعيت هادي. ماشي غير حادقه، عندها وسواس قهري سميتو النقا والترتيب والنظام. فالمهم هاد صاحبتي هادي من النوع اللي كتفيق يعني قبل الفجر، كتنوض كتصلي الفجر وكتنوض للدار، خاصها يوميا تحك تمسح، الا بالها غير شويه الغبره في شي قنت ولا كتوسوس كتمرض، يعني خاصها ديما جافيل، ديما مازحه، ديما مقاده، ديما طاويه الحوايج، ديما مجفه، ديما. شنو المشكل اللي عند هاد صاحبتي؟ دابا هاد صاحبتي كتعاود لي المشكل ديالها اللي عندها مع راجلها والفرق بينها وبين مرت لوسها. دابا هي كان واحد المساله كضرها بزاف في خاطرها، وهي باش عاودت لي المشكل، وانا غنقول لكم المشكل ديالها وانتوما حكموا، انتوما قولوا لي اش بان لكم. انا غنقول لكم انا الراي ديالي، ولكن اللي اختلف معايا في الراي يخلي لي الراي ديالو. بالعكس يعني انا كيعجبني هكا الناس يكونوا معايا واضحين في الاراء ديالهم، لانه اكيد يعني ديما الانسان كيكون مختلف يعني في وجهه النظر ديالو، والاختلاف لا يفسد للود قضيه. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، هاد صاحبتي شنو المشكل ديالها؟ المهم هاد السيده هادي بكثر ما هي موسوسه بالنقا وهذا فيها نقير بزاف، يعني مثلا كتدخل كتجفف كتقاد، ملي كيجي راجلها من الخدمه كيبدا يدخل بصباطو، احبس هنا حط صباطك عليا وهادي، وانا من الصباح وانايا كنجمع وانتوما ما كتقربش ليا الهم، وانا بزاف، واش انايا مالي من الحجر، واش انا مالي. المهم عارفين العيالات ملي كيكونوا جامعين الدنيا وكيدخل الراجل اشنو كيديروا. نفس الشيء بالنسبه لولادها، نهار مطل يتغوت، المهم غوته في الدار نهار مطل، جمعوا حوايجكم، شدوا تقاشركم، ديروا هادي بركه من هادي، والله يصرف عليكم، يختفوا هادي، نتوما معافين، نتوما ممسخين، نتوما هادي جمعوا ديروا قادو. هي دارها مرتبه 8 24 ساعه، ديما وقت ما دخلتي لدارها كتلقاها مرتبه. كيف قلت لكم واخا تكون مريضه، هي من النوع اللي ما تقدرش تبان ليها شي حاجه. هي دابا غنقارن لكم ما بين شخصيتها وما بين شخصيه مرات لوسها. مرات لوسها استاذه ولوسها استاذ، يعني الاخ ديال زوجها استاذ ومراته استاذه. فهاد الاستاذه ما عندهاش هاد الهم بحالها، هي من النوع اللي هي منظمه حادقه ولكن حداكتها على قدها، مستعنه بمساعده بحكم انها كتخدم ما كتساليش. المساعده اللي دايره معاها كتعرفها، كتجي عندها نهار او نهار لا، المهم كتسيق كتحك كحيد لها الغبره. هي مثلا هي عندها نص نهارات كطيب كدير في الفريغو كتدير بحال كبات بيتزا كتقاد، وبعض المرات كتكوموندي، يعني كاين المخبازات كاين عيال كتكوموندي حتى هي بزاف. فالمهم هي انفو كتجي من الخدمه، انفو كتجي من الخدمه كتلقى الدار مقاده، كتلقى هي وراجلها تقريبا مقادين هما لومبلوا، عندهم وليد صغير، حياتهم بارفيت. كتجي كتلقى الدار مجفه، كدار مقاده، كتلقى المسائل، كتبقى لها هي كتوصل للخدامه كتقول لها غسلي الخضره ونقيها وداكشي، هي كتجي كطيب داك الطويجين ديالها وكتجلس ورا راجلها يتجمعوا يضحكوا، هذا عادي. الا راجلها تدخل بصباطو وكتقول ماشي مشكل، كتنوض كتجي تجفف وتمسح لها شي بلاصه وتوسخات كتمسحها عادي، ما فيهاش نقير
ما فيهاش ندير ديما مع راجلها الحبيب ديالي خاصك شي حاجه هادي مثلا، جا قال يقول لها مثلا سمحي لي انا لو بنت كنبسطك، تقول عادي ماشي مشكل، عذابك راحه، نوض نجمع من وراك، الدنيا هانيه. فهي عندها حلاوه اللسان، هاد مرت لوسها عندها حلاوه اللسان، ومن النوع اللي تقدر كاع اذا ما جاتش خدامه وكانت عيانه ما فيها ما تجمع الدار كتبقى دار هكاك، ما عندهاش المشكل، وراجلها هو ما عندوش المشكل، يعني المهم انه ما كانت ما تكون واجده وهذا. فالمهم كي قلت لكم حياتها كاين واحد التوازن، ديما لابسه كتجي من الخدمه كطيب غداها وداكشي، كتلبس كليديره زوينه، بيجامه زوينه، ديما البارفان ديما مقاده، البيستات جلس هي وراجلها يضحكوا يتناقشوا هكا في العشيه، تخرج هي وراجلها وولدها. فهي في الغدي يكون عند المشكل عند صاحبتي، تصوروا قالت لي واحد النهار كتعاود لي بحرقه، قالت لي كان العيد وكانوا مجموعين، كانوا مجموعين في الدار الكبيره ديال شيخها وعقوزتها، يعني الوالدين ديال زوجها كانوا مجموعين بحال هكا في العواشر، وكاينه هي وراجلها، وكاينه كاين الاستاذ الاستاذه اللي هو الاخ ديال زوجها ومراته. فالاخ ديال زوجها بقى كيشكر في مرته الاستاذه، قال لهم شوفوا تبارك الله، شوفوا كي كان مرتي شحال زوينه، وشوفوا الحلوه ديال مرتي شحال زوينه، مرتي الله يعمر هذا، مرتي حادقه، مرتي زوينه، مرتي مهليه فيا، الله يخليها ليا. وكيضحك معاها والعائله كتضحك وتقولي والله يخليها ليك، واللي ما مزوجش كيقولي والله يعطينا بحال مرتك تفهمنا والاخر هي كتسنى راجلها زعما يشكرها، حيت هي حادقه حادقه بزاف، وكتسنى راجلها يشكرها، رغم ان هي داك النهار داكشي اللي جايبه اكثر من جايبه مرت لوسه، هي راه جايبه الحلاوي وجايبه لي شوسون وجايبه مسمن، جايبه التخربيق، عرفتي جايبه بزاف د الحوايج، الاخرى جايبه غير كيكه واحد الحلاوه، جايبه داكشي بسط. راجلها هو يقول له، راجلها قال لخوه، قال له وسعداتك اخويا انت اللي مزوج الله يخليها ليك، وشاف مرته بحال هكا ودور راسو، عرفتي هي بغات تموت، مشات للدار بقات كتغوت عليه، قالت له كيفاش انت اللي مزوج على مالك انت ما مزوجش، وبركات كتغوت، قال لي ما كنتي غتقارني راسك بمرت خويا، شوف مرت خويا كيفاش دايره، شو كي زوينه وشو كي مهليه في راسها، وشو جلابه اللي لابسه، وشوفي يديها كي دايرين، وشوفي ضفارها كي دايرين، وشوفي هذه كيفاش دايره، قال لها بحالك انتيا، شوفي حالتك انت كي دايره، شوفي لباسك كيفاش داير، وشوفي ريحتك، ريحه على الشقه وريحه البصله، الا فك ريحه النقره فك ريحه جافيل، يلا انت كتسميني انا مزوج على هذه الحياه اللي انا عايشه حياه. عرفتي السيده اول مره راجلها كيكون واضح معاها حتى لهاد الدرجه، تصدمت تصدمت. عرفتي ديك الساعه كان الصيف، وانايا كنت في دارنا، عرفتي عيطت لي قالت لي صافا بغيت نشوفك ضروري، قالت لي راه الا ما هضرش معاك غادي نطرطق، قالت لي غادي نطرطق، غتسمحوا لي نشعل الضو بدا كيطيح الظلمه ونرجع. المهم عيطت ليا مشيت لعندها، عرفتي اش غنقول لكم، عرفتي كتغوت وتبكي وترتاح وتهضر وتسكت وترتاح وتعود. قالت لي ما نسمحش ليها اختي صفاء، قالت لي كنت شوفي، قالت لي اش دايره عليهم، قالت لي ملي نحل عينيا، قالت لي وانا نحك وانا ندير وانا نطوي وانا نصيب لي شهيوات وشهيوات، ندير لي الشليض وندير لي العصير، قالت لي انا ما نرضاش راجل يحط طاجين حرفي، هذيك راه كتحط راجلي على الحرفي، وانا كندير ليه وانا كنفعل ليه وانا كنترك ليه، اليوم ما كيقدرش الرجاله الكارنت الخير، الرجاله سرهم غير عيالات المعفونات هما اللي كيعرفوا ليهم. مو انا يا ما جاوبتهاش ديك الساعه، عاتي خليتها كتهضر كتهضر كتهضر، تتفشت على خاطرها، قلت ليها تبغي رايي بصراحه وما تقلقيش، قالت لي قولي، قلت ليها قلت انا شخصيا شخصيتي بحال شخصيه مرات الوسك، قلت له انا متفقه مع داكشي اللي كدير هي، وانا متفقه نسبيا مع راجلك، قلت اختي واش راجلك شكى عليك، قال لك حكي الدار يوميا، واش راجلك تشكى عليك، قال لك جلستي 24 ساعه في الكوزينه، ملي يدخل يلقاك بالبيجامه كاع مطبعه بزعفران وريحه جافيل وريحه خيلوطه ما بين ريحه الزعفران وريحه الثومه وريحه الزيت، قلت له واش عند بالك، قلت له الرجال اهم حاجه بالنسبه ليهم هو الطياب والشقه والدار تكون بارفيت، قلت له فين هو الجانب ديالك انت الانثوي ديالك،
قلت لها دابا انت كامرأة امتى كتلبسي، امتى كتقادي، امتى كتفركسي؟ قلت لها كتكوني معروضه عاد تقلبي على جلابتك الزوينه وقفطانك الزوين والشال ديالك الزوين والبارفان ديالها وتخرجي. قلت لها راجلك كيشوفك كي بشعيب حداه. قلت لها اسمحي لي، قلت لها انت ملي كتضغطي على راسك بالشقه نهار وما طال، قلت لها كتضغطي نفسيا وكتولي فيك النكير. قلت لها الراجل راه ملي كيدخل الدار ما كيبقاش يشوف ليه النقا، راه كيولي كيشوف غير النكير والغوت ديالك، وبطبيعه الحال راه غادي يمل اليوم غدا داكشي. قلت لها الراجل كيبغي الابتسامه، كيبغي كلمه زوينه، كيبغي يدخل، ايه بغي يدخل قدارو زوينه ولقاها نقيه ولقى ماكلته موجوده، ولكن كيبغي يلقى مرتو هي لابسه ومفركسه وضاحكه، ماشي الا طبع عليها الارض بصباط وتغوت، الا خوى شي حاجه على الارض تغوت، الا رول ليها صالون تغوت. قلت هو ما قالش تقدر بيدك تماره كامله. قلت لها هذا كان اختيارك، قلت لها ماشي بالضروره تكوني انتيا ديري الاعمال الشاقه المؤبده باش تسمي زوجه. قلت لها انا بالنسبه ليا مرت سلوسك امراه ذكيه، اول حاجه محافظه على راسها، محافظه على رجلها، محافظه على صحتها، هي خدامه عندها رزقها. وشوفوا راه الخدامه ماشي هي اللي كتخلصها، راه الراجل كيخلص الخدامه، هو تبارك الله راجل عايش الاونز راه هو كيخلص كل شيء، يا راه الفلوس اللي راه في جيبها راه الماكياج واللبس ولا لا تشقد لها مره دخلت حاجه لدارها. وراجل ما عندوش مشكل من الناحيه الماديه، هو راجلها اللي مهتم بيه هو انه تكون عنده زوجه حقيقيه في الدار. داكشي اللي كيشوفو الزرقاء خاصو يلقاه في الدار، خاصو يلقى مرا زوينه انيقه دايره لي زاكسيسوار ديالها، مره دو طون طون دايره ماكياج زوين، ماشي بضروري يقطع ريجه فيما يدخل يلقاها مزوقه. راه اكيد المره راه عندها مسؤوليات، راه زوجه وام وعندها شغل وعندها، راه مايمكنش غادي دير ماكياج 24 ساعه، ولكن على الاقل مره دير ديك الالتفاته، ماشي باب بشعيب كان في الدار الغوت والتبهديله والشعر واقف، ولا بشعر ما كان واقف راه كينزف حياتي. هاتي بقات كتسمع. قلت لها شوفي، قلت لها انايا غندويك على شخصي على تجربتي الشخصيه، وهي تفاجات من الكلام ديالي، لان هي كانت ربما كتظن انني غادي نساندها وغنقول لها ما كانش خاصو يقول هاد الهضره ولا، ولكن انايا عارفاني هي بانني انسانه صريحه ولا. قلت لها انا عندي صحاباتي، عندي صحاباتي من هاد النوعيه اللي حادقات اكثر من القياس، حادقات اكثر من القياس، والاغلبيه جابوها في راسهم وفي صحتهم. جافيل 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 كي ولات فيها الكزيمه في يديها، كي ولات عندها الحساسيه بلا ما ندويو على داك التخمال، كيخملوا الماناط كيصبنوا الماط كيصبنوا الزرابي، كي اللي ولات فيها البروده في الركابي وفي الرجلين، الروماتيزم في الظهر، كي اللي عندها ولا مشكل ديال السياتيك، ولا واحد صاحبتي راه كتعاني من السياتيك بسبب داك التخمال، عرفتي عواج ولا شي فقرات في ظهرها بسبب انها كتهز داك المضربه وكتحول الماريو البلاكار وتجر الثلاجه وتهز ودير، مسكينه ولا عندها عواج ولا الفقرات في ظهرها، راه ولات مسكينه ما بقاش كتقدر كاع دير الشغل، ولات مسكينه ما بقاش كتقدر تستغنى على الخدامات. وكتو انا قلت انا ما ندخلش الخدامه لداري، كتقول لك لا غير المراه المعفونه، المراه اللي ما عندهاش دراري اللي كتداخل الخدامه، وبقات تمارة كتعطبط راسها حتى ولات مسكينه ما بقات كدير شي حاجه، وكنعرف منهم انا ما هديش. قلت لها اختي شوفي، تكيسي على راسك، ياك راجلك كيقول لك بلي انا ما طالبش منك هادشي كامل. قلت لها بغيتي رايي؟ قالت لي بغيت رايك. قلت لها داكشي اللي غنقولك ديريه؟ قالت لي ديرو. قلت لها اختي شوفي، قلت لك راجلك عنده الفلوس، ديري مع خدامه تجيك جوج مرات في السيمانه، هي اللي تكلف لك بالحكه، وهي تكلف لك بالجيكس، وهي تكلف لك كتا غيبقاو لك ديك لي توش البساط، طيبي ماكلتك، صيبي شلايضك، صيبي البسائل ديالك، خبيزات كنتي كتنظمي وقتك، ولكن داكشي اللي فيه الحكه وفيه السوسان وفيه داك الروينه خليه، داك تجي مره جوج مرات في السيمانه راه تهبط لك السيقه من الفوق لتحت. قلت لها عطى الراجل يخلص. قلت لها شتي هاد الروينه ديال، قلت لها راه كاين تبارك الله الحلاوي، قلت لها اللي تجلسي تصايبي في صابلي، تجلسي 3 ايام وتجلسي تصايبي في داك صابلي، عينك حفاه وتلصقي شوكولاته على موزونه على حلوه على، قلت لها مالك على حالتك؟ قلت لها صابلي، قلت لها كاينين العيالات اللي كيصيبوا صابلي زوين، كيصيبوا الكعبه، كيصيبوا كلشي. قلت لها خدي مع الراجل الفلوس وكوموندي. داك الوقت اللي غتجلسي تي 3 ايام جالسه مشي حكه وجالسه مقابله داك الحلوى وتلصقي في عينيك، جالسه جوج ثلاثه الليل تلصقي، قلت لها سيري كوموندي هجيبيها واجده. داكشي اللي فيه تماره بات بيزا اللي غتجلسي تضربي تماره انت ديري وتشد لك الوقت وهذا، كوموندي وحطيه في الفريكو. نهار تبغي تسمي بيزا جبدي، ديري لاصوص ديالك، ديري الدجاج ديالك ولا الكفته ديالك ولا التخربيق، حكي الفرماج ودخلي الفران.
قلت لها كاع داكشي اللي كيشد اليد ما عندك ما ديري به، فيقي الصباح وجدي المسائل ديالك، ملي يدخل راجلك للدار قلت له شي تسيقه، كاينش حاجه اسمها تسيقه يوميا، تسيقي جوج مرات في الاسبوع سالينا. الحكه درتي دو جافيل والمراه اللي جات تحك لك، قلت لها يديك سيري اختي ديري الكريمات، سيري عند الصالون دو بوتي قادي يدياتك مره مره ديري ليهم، ما نعرف انا داكشي ديال البيديكور تخرق عمري ما درتو صراحه. قلت له اوكي سيري ديريه، قلت له راجلك باغي سيري ديريه، قلت له راجلي ما عندوش المشكل ما كنديروش، واصلا مع الطباشير مع المصالحش لي اصلا. قلت لي صافي داكشي اللي غندير. فعلا خرجت انا وياها مشينا للقيصريه شرينا بيجامات زوينين، ماشي ليا ليها انا اختي عندي بيجامات زوينات، مشينا خدينا بيجامات خدينا بانطوفات زوينين خدينا تويشيات للدار، خدات داكشي ديال لي زاكسيسوار خدات دي بارفا خدات كريمات. قلت لها من دابا حياتك غادي تبدل، قلت لها ومنها واحد 10 ايام غتردي عليا الخبر. فعلا مشات 10 ايام وتلاقينا من بعد. يلا قلت لها عطيني التقرير عاودي لي شنو وقع. قالت لي اختي داكشي اللي درت، قلت لها كنفيق الصباح مع الفجر كنصلي الفجر ديالي كنوجد الفطور ديالي لوليداتي، قلت لها كيمشي الراجل للخدمه كيمشي وليدات المدرسه. قلت لي كيف قلتي الحكان درت مع مرا كتجي تحك الدار كطلع على فراشي تشماش كتنفض ليا الزرابي كطلع الماناط تشمشو ولا كاين شي ماط خاصهم يتصبنوا راه كنصبنهم. قالت لي انا كنطيب غير الماكله، يعني راجلي ما كيجي مع الوحده حتى كيكون الغدا طايب، الدار مجفه مقاده راه الخدامه دارتها. قالت لك انا ملي كنسالي شد التليفون مع راساتي ولا شد القران نقراه. قالت لي بقى مرتاحه، جاو الدراري يلونوا لي شي حاجه ماشي مشكل، اللي قديت عليها نديرها اللي ما قديتش عليها كنخليها، نعيط للسيده اللي جات تعاوني ولا تيرجعوا الدراري في العشيه للمدرسه عاد نعاود نرجع نقاد داكشي بشويه عليا ولا. قالت لي كيجي راجلك كيقابلني لابسه بيجامه زوينه دايره بارفا هذا. قلت له راجلك عجبو الحال؟ قالت لي عجبو الحال. قال لي دابا عاد وليتي مراكي العيالات؟ قال لي دابا عاد عجبني الحال، ما عندوش دابا المشكل. شوفوا دابا الرجال كيفاش كيفكروا، شوفوا الرجال كيفاش كيفكروا، خاسر فلوسو هي مسكينه كانت كتخمم. قالت لك انا كنقول لك الفلوس اللي غنعطيهم للخدامه، مسكين الراجل الزمان والدراري والمصاريف داك الفلوس زايدين فيه. شوف دابا هي كيفاش كتفكر وشوف هو كيفاش هو كيفاش كيفكر. بعض المرات هذاك انا كيتخمي اكثر من القياس في الراجل، وانا كتقولي لا انا خاصني ندير بحساب الوقت وما نخسرش ايوا اللهم تخسر الفلوس وتخسر صحتك، هاتي خاسره صحتك، هاتي خاسره علاقتك مع راجلك، هاتي مفقوصه، وهاتي ما سمعش حتى كلمه شكر على داك المجهود الجبار اللي كديريه يوميا. وفعلا السيستم ديال الحياه تتبدل، ولات كتهتم براسها، ولات بحال هكا الويكاند كتقولوا ديري خرجنا ناكلوا برا، كتيقاس الويكاند كتبقى تصيب في الحلاوه وتصيب داكشي مبقاش، ولات داكشي اللي غادي تضرب فيه داك الاسبوع داك الويكاند اللي كتضرب فيه داك التمر وكتبقى طيب ودير في الفريغو ولا كتطيب بزياده ولا حيداتو. ولات كتقول يلا نخرجوا عند مشاو مثلا عند اختك ولا مشاو نتعشاو فشي ريستورون ولا نمشيو ويعجبوا الحال للراجل. ملي ولا يدخل لقى الماكياج ولقى السيده لابسه زوين ولقى السيده فلكسه، واخا واخا يلقى شي حاجه مروله في الطلقاش كيدوي كيدويش. شوفوا انا ما غاديش نقول لكم ان المراه خاصها تكون معفونه، لانني انا ضد المراه المعفونه المصخه اللي تجلس ودارها مرونه ودارها حالتها والوسخ ولادها مسخين انا وكوزينتها مقلقه، ما نكذبش عليكم انا ضد هذا النوع من العيالات. ولكن في نفس الوقت كيبقاو فيا العيالات اللي عاطيين هازين الهم للدار اكثر من القياس، لان الشقه ما كيساليش والهم ما كيساليش. المراه ملي كتعطب وكتمشي لها صحتها وكيمشي لها الجمال ديالها، والراجل العام ما كيكبر غير ما كيزيان وما كيصحى عاد عينيه كيتحلوا على العيالات، وانت كيولي كيشوفك راسك شاب وظهرك عواج بقوه داك السوسان وبقوه ويدك كاع تقشرو ولا ولات في مكزيمه بسبب جافيل. كاين واحد خصوصا كراجل عنده فلوس كدوز واحد الوقيته كيولي كيفكر انا نتزوج. وكنعرف بزاف العيالات اقسم بالله العظيم ما نقولش لكم الحداده، وفي الاخر راجلها خلاها مشات تزوج بوحده معفونه على قبلاشاش حيت مهتمه براسها، الماكياج والبارفان والحوايج زويونين وكلاس ولي مارك، واكله ليه رزقه ويخسر في رزقه بفرحات عليه، حتى الماكله ما مشبعاتها في كرشو.
وما عندوش المشكل، يكفي انه مزوج بمراه زوينه ومراه رومانسيه ومهتمه به وانيقه وكتلبس زوين، والمراه مسكينه اللي كتهز ليه الهم وكتضل تشقى عليه وتهز هز ليه الهم لولادو، هز الهم فلوسو، ولا مسكين راجلي الا قلتي لا خصك عشري بيجامه زوين تقول لا مسكين راجلي ما عندوش، وراجلي مسكين ورا العام الفايت شرا ليه بيجامه، راه شرا ليها العام الفايت وباقا كتلبس فيها وكاع هرات وكاع، ولا مسكينه هز لها من راجلها. اختي قبل ما تهزي لها من شي حد هزي لها من راسك، تهتمي براسك، اهتمي براجلك، اهتمي بدارك، اهتمي بولادك، عيشي واحد التوازن. انا داكشي اللي دايره، انا اللي قديت على فداري كنديرها، اللي ما قديتش عليها ما كنديرهاش، كنهز التليفون كنعيط للمساعده الله يجازيك بخير غدا يجي بغيتك تجد تحكي ليا الدار وتجمعيها ليا، مع الصباح كتجي على خط الاكبر، كتجي كتجمع الدار كتحكها كتقاد كتسوس كدير، كندور معاها وكلشي بحال هكا، كنمشي نعس مع راساتي انا، اللي قديت عليها ديرها، اللي ما قديتش عليها ما نديرهاش. شقه ما غاديش يطير، واصلا شقه ما كيساليش، صحتي بالدنيا والمورال ديالي بالدنيا، نطيب ماكلتي نجلس انا وليداتي، مخصصه وقت ليا نخرج مع صحباتي، مخصصه وقت ولادي نناقش معاهم نهضر معاهم. غادي نحبس واحد دقيقه سلسله للاذان، استغفر الله العظيم ما مزالش نهضروا الاذان. لا اله الا الله. المهم خلاصه القول باش مزالش نطول عليكم اكثر، انا نصيحه مني للنساء، نظافة من الإيمان، كوني نقية، تكون دارك نقية وكون وليداتك نقيين ودارك منظمة، ولكن داك الوسواس القهري كوني أكيد أختي ما غاديش يخرج، ما غتخرجش ضريبتك بخير، ما غتخرجش لك على خير، لأن صحتك غادي تمشي وغادي يركبوك الأعصاب وغيولي فيك النقير، والرجال بطبعهم ما كيبغوش المرأة النقارة، اللي تضل تغوت 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 تغوت، راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي قديتي عليه ديريه، اللي ما قديتيش عليه راه كاينين عيالات كيترزقوا الله غير من هاد الخديمه هذه، ما عندهاش مستوى ثقافي تعليمي ولا كتخرج مسكينه خدمتها انها تسيق للناس وانها تحك وانها تصب المان، يعني ارتاحي وخلي الناس الاخرين يسترزقوا الله. بهذه الطريقه هذه غادي توفري على راسك الجهد والوقت، وغتخصي وقيت لراجلك ولراسك ولوليداتك، وغادي تعيشي مرتاحه. راه بزاف الرجال فعلا ما كيقدروش المراه اللي كتفني حياتها على قبلهم، كتقولك انا الى عراج ولادي مرتاحين انا راني مرتاحه، كتلقى هي لاغيه شخصيتها. لا، الرجل ما كيبغوش المراه اللي ما عندها شخصيه، والمراه اللي خدومه اكثر من القياس. الراجل كيبغي المراه اللي عندها شخصيه، والمراه اللي مهتمه براسها، والمراه اللي عندها واحد البريستيج وانيقه وكتعرف تتصرف وكتعرف تلبس وكتعرف، فهمتيني، تهلاي فراسك، ما تنتظريش ان راجلك هو اللي دائما يجاملك، وانه راه ماشي ديما غادي يقدرك، ما غتنتظريش انه في كل مجمع راه غادي يشكرك وغايقول مرتي الله يعمر هذا، ولا مرات واخا تكوني شي صباعك تشعليهم عليهم خلوها المصريين ايد صوابع العشرة شمع، ما غاديش يقدر، والاغلبيه الرجال هكا دايرين. انا قبل ما نعاود لكم القصه ديال هاد صاحبتي هذا، تختيت من عند الاذن قلت لها راني غادي، واش زعما ماشي مشكله انني نعاود القصه ديالك، لانه بزاف ديال البنات كنعرفهم كيطيحوا في هذا المشكل، وفعلا بغيت نعاود انا القصه ديال هاد صاحبتي مع مرت لوسها باش تاخذوا العبره. يعني هي مرت لوسها راه حتى هي نقيه وحتى هي متوله وحتى هي حادقه، غير ماشي اوفر، يعني انسانه معتدله، يعني ماشي غادي نضرب فيها نقول اخرى راه معفونه ولا ما يفيدهاش ولا، ولكن انسانه ذكيه، انسانه ذكيه عارفه كيفاش تحافظ على راسها وتحافظ على راجلها وتحافظ على البيت ديالها. انا عايشه بنفس الطريقه، ما نكذبش عليكم، عايشه بنفس الطريقه، ما كنهلكش راسي في الشقه ديال الدار، انا عندي راجلي ولادي وراسي هما الاولين، عاد الشقه هو الاخر، يعني ولادي عندهم لي دوفوار عندهم واجبات خصني نراجع معاهم، خصني نشوف اشنو عندهم، الا عندهم شي مشكل كنراقبهم، كنراقب تصرفاتهم اخلاقهم، انا نفس الوقت يعني كنراقب راسي، خصني نمشي عند الكوافوره ديالتي، خاصني نقاد حالتي، نسنط العظامي، نشبع نعاس، نشبع راحه، خاصني انه ما نكذبش لكم، غادي ما غدوم لي غير صحتي، ما غدوم لي حتى شي واحد، راه الا مشات لي صحتي لا راجلي غيعقل عليا ولا ولادي غيعقلوا عليا، ولادي راه غادي يكبروا غيديروا حياتهم غادي يديروا ديورهم غيديروا عيالاتهم غيديروا ولادهم، ما غيكبرونيش الا ما كانت عندي صحه، شنو مش نتلا انا في يد ولادي وعيالاتهم في المستقبل، انا بغيت صحتي تدوم ليا الى طول الله في العمر، يعني انا من النوع اللي كنشوف بعيد، بغيت نحافظ على صحتي، وانا بزاف اللي كيشوفوني راه كيقول لي صفاء الستين ديالك ما بينش عليك، لانني من النوع اللي ما كنجهدش راسي باي شكل من الاشكال،
عاطيه لراسي وقت، عاطيه لداري وقت. انا راه ماشي كنخلي داري تقلب ودير، عاطيه لداري وقت ولكن عاطيه لراسي وقت. خليوا رايكم في الكومنتير، اش بان لكم نتوما؟ واش متفقين معايا في الراي ولا انا متاكده غادي يخرجوا لي دوك صحاب سيريا المعفونه؟ اش هاد الهضره كتقولي؟ كتشجعي العيالات باش يكونوا مسخات وباش يكونوا مرخيات وباش؟ راه ماشي هادشي اللي قصدت، ولكن عارفه غيخرج لي هاد النوع حيت بزاف ديال لي كومونتير كنمسحهم كنلقى فيهم هاد النوع ديال التعاليق. انا كنهضر في الشرق وبنادم كاين فيها في الغرب، راه بعض المرات كتعاملي مع ناس مع واحد النوعيه ديال المتتبعات شبه متخلفات، عندهم مشكله في الاستيعاب. انت كتهضري في قنت هما كيفهموا في قنت، ما كيعرفوش انا منين كيفهموا. على العموم الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وخليوا تعليق ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشارك معايا. يلا الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.